See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Why so serious? You talking to me? I'll be back. I'm gonna make him an offer again. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا بفيديو جديد وحلقه جديده، والتريلر اللي احنا هنعمله رياكشن النهارده هو فيلم مرعي البريمو، وهو الفيلم اللي المفروض برضو هينزل 2 اغسطس في موسم افلام الصيف معانا في افلام العربي، وهو مفروض الفيلم المنتظر كوميديا مفروض، والعوده الكوميديه مفروض بتاعه محمد هنيدي على حسب الكلام اللي هو كان قاله، ان ده مفروض ان هو فيلم عمله يعني، او هو كان قبل كده كان منزل قبل كده بوست وقايل انا عارف ان انتوا ما اتبسطتوش من الافلام اللي فاتت، ف مفروض ان الفيلم ده يعوضنا خير يعني. وهو من تاليف ايهاب ليبل ومن اخراج سعيد حامد، ومعانا في الكاست محمد هنيدي وغادة عادل وعلاء مرسي، محمد محمود واحمد بدير ولطفي لبيب. وطبعا انا ما شفتش التريلر الاوفيشال، تريلر ما شفتوش، عملنا له تيزر رياكشن ما كنتش متفائل، ما اعرفش خالص. فاتمنى ان بجد يعني راينا يتغير بعد ما نشوف الاوفيشال تريلر، وبعد ما الكلام اللي قاله هنيدي ان المفروض اللي هو هيقدمه المفروض ان هو هتبقى حاجه جديده، او المفروض ان هي هتبقى حاجه مفروض يعني يونيك شويه او تغيير شويه، المفروض ان المخرج سعيد حامد معاه، فمفروض يقدم لنا حاجه جديده شويه عن الافلام اللي فاتت، لان الافلام اللي فاتت بصراحه كانت كارثه. فاتمنى ان احنا نشوف حاجه جديده. طبعا كالعاده ما اشوفش التريلر ولا مره اشوفه معاك دلوقتي، اول مره المفروض ده الاوفيشال تريلر لفيلم مرع البريمو. يلا بينا. ما اعرفش اهلك، البذر اللي جواك يا بطيخ هو اخواتك. يا ابني يا اهل البلد حبيبي، انت عارف البطيخ ده جوا ايه؟ ايه على كديها الجسدنا في الوقت. هما مين التنين اللي انت عايز تموتهم؟ انا وانت. احنا عايزين حاجه جنحة حنين. واخر حاجه بقى يا معلمين، نبقى لابسين كلنا ابيض فابيض. رجلي على رجلك يا اخوك. ركزوا معايا، قواعد الاقتحام. الحته دي بتمطر نسوان بيضة، اطمنوا كله خير. البريمو صاحي، جه السلطان بتاعهم وقال لهم هم كلمتين، صعب خمر سهل حشيش. انت بتكذب يا مرة، ما احنا فرح، اللي خلينا فريش. اوكي بص، انا مش عايز اكون قاسي على الفيلم ومش عايز اقول حاجه وحشه، بس انا مش هتكلم، علشان انا كل مره لما بقول حاجه من التريلر وبدي انطباع للاسف بلاقيه في الحقيقه، فالناس بتنتقدني بتقول لي لا انت بتنتقد الفيلم قبل ما تشوف قبل ما تشوف الفيلم، ومن التريلر بتحكم من التريلر. يا جماعه انا قسما بالله انا اقدر احكم على فيلم من بوستر، وفعلا بعد ما بخش الفيلم الانطباع بتاعي او رايي انا اللي جوايا بيطلع فعلا. هو انا للاسف والله انا ما ابتسمتش لحظه، يعني انا هو انا بصور قدامكم صح، انا حرفيا ما ابتسمتش لحظه في الفيلم او في التريلر غير في اخر مشهد، لان في الاخر يعني عمل ايستر ايج رجعنا اللي هو بتاع سعيدي في الجامعه الامريكيه اللي هو بتاع يا عبله خلينا احنا فرحنا خلينا فريش، ف اوريدي هو لاعب على عامل نوستالجيا او افيه نوستالجيا، عارف ان هو هيجيب، لان هو كان اتقال قبل كده في سعيدي في الجامعه الامريكيه. بس انا اوفر اول كتريلر انا بصراحه ما ضحكتش، انا ما ابتسمتش، يعني الله اعلم الله اعلم، ممكن يكون التريلر وحش والفيلم يطلع حلو، زي ما نفس الكلام اللي كنت قايله قبل كده بيت الروبي، التريلر بتاعه انا ما عجبنيش خالص، تريلر بيت الروبي ما عجبنيش، بس الفيلم عجبني جدا. عشان كده بقول لكم الله اعلم، ممكن التريلر مقصود ان هو معمول بالطريقه دي، نخش الفيلم نلاقي حاجه تانية. بس انا بريفيسلي من كل الافلام اللي فاتت بتاعت هنيدي التريلرز بتاعتها ما كانتش حلوه خالص، وفعلا لما دخلنا الفيلم الافلام بتاعته ما فيش، يعني احمد حلمي كذلك نفس الكلام يعني. فانا بصراحه الى حد ما انا مش متفائل بالفيلم، يعني من التريلر اللي انا شفته ده المفروض ان ده اوفيشال تريلر، من التريلر اللي انا شفته انا بصراحه مش متفائل، انا ما اعرفش يعني، ده المفروض الفيلم الكوميدي اللي موجود في الصيف، يعني ما اعرفش فين الكوميدي، انا والله ما ابتسمتش يعني، يعني على الرغم ان انا بعشق حاجه اسمها هنيدي، بس يعني ايه ده. انا عامه نسبه ترقبي للفيلم مش حد اكسبكتيشن عاليه بصراحه، فانا هبقى نسبه ترقبي للفيلم هي 5/10 مش اكتر من كده. اتمنى ان انا لما اخش الفيلم او اشوف الفيلم فاتمنى ان انطباعي يتغير تماما عن الواحد شافه في التريلر، يعني لان بصراحه كده الوضع صعب. بس
عنديش حاجه تانية اقولها عن فيلم مرعي البريمو. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديو تاني قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش برضه تعملوا سبسكرايب للشانل التانيه اسمها هوم الون وتيك تو. هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. لو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستجرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. باي باي.